السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في بوابة الهندسة في كورس ترميم المنشآت الخرسانية. في الأول أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي المهندسة ياسمين القصبي، مهندسة مدني اسكندرية دفعة 2003، دبلومة جنرال ستراكشر انجينير سنة في شركة مصر البترول مجمع خلط الزيوت اللي في العمرية. المفروض بدرس ماجستير ستيل ستراكشر منشآت ذات الطابع الخاص. عندي خبرة تقريبا 15 سنة في المجال ده. إن شاء الله ربنا يكرم وأشارككم بخبرتي يعني في المجال ده. اشتغلت فترة في الإنشاءات والمقاولات، بعدها تقريبا 10 سنين في مجال صيانة المنشآت الصناعية بحكم شغلي في شركة بترول، يعني صناعية بقى سواء ستيل أو خرسانة. وده الميل بتاعي قدامكم لو في أي استفسار عن أي حاجة، وإن شاء الله أكون معاكم على الميل وعلى الجروب على الفيسبوك من النهاردة إلى بعد الدورة كمان. لو في أي استفسار عن أي حاجة، حد عنده أي مشكلة في مجال الكورس يعرضها، وإن شاء الله يكون ربنا يكرم وأقدر أرد على أغلب الاستفسارات. يعني الجروب مفتوح معانا، كل محاضرة هنزل بعدها زي ما قال المهندس إسلام محتوى الكورس هينزل. لو في صور تدعم الموضوع أكتر هنزلها برضو على الجروب. لو في فيديوهات في موضوع المحاضرة هنزلها برضو على الجروب بعد المحاضرة. دلوقتي أنا حابة أتعرف بيكو طبعا زي ما معرفتوني، يعني عايز أعرف اسم كل واحد فيكو، مكان شغله، وظيفته، بيشتغل في مجال إيه، خبرته قد إيه، مستني تسمع مني ايه في الكورس ده. دلوقتي لو في حد فيكو عايز اعرف حد اشتغل صيانة قبل كده ولا لا، اشتغلت اي نوع من انواع الصيانة، عايزين بس عايز اعرف يعني الناس على الاقل اللي معايا مين بيشتغل صيانة، مين ما بيشتغلش صيانة، مين جاي يتعرف من اول وجديد. اللي بيشتغل صيانة ايه اكبر مشكلة واجهتك في المجال ده وحلتها ازاي؟ يعني كام دقيقة كده لو حد حابب يكتب أي مشكلة أنا معاكم. ولو ما فيش دلوقتي أي حد عنده مشكلة ممكن نكتبها بعد كده على الجروب. أي حد عنده سؤال مشكلة سواء هنا أو على الجروب، لما نشرح اللي مش فاهم حاجة أو اللي مش يعني ما وصلوش نقطة مني أو عايز توضيح أكتر في آخر كل موضوع يعني ممكن تسأله مفيش مشكلة. لو بعد المحاضرة ممكن نكتب السؤال على الجروب وإن شاء الله هرد وكل الناس تستفيد. يعني باش مهندسة أمينة، أهلا بيكي. مهندس مصطفى، مجال الترميم والتدعيم من سنتين، أهلا بيكي يا باش مهندس. إن شاء الله إحنا كمان نستفيد من خبرة حضرتك. يعني هنتكلم عن المحتوى اللي موجود في الكورس بتاعنا. نركز بس شوية في الموضوع ده مع بعض علشان محتوى الكورس هو يعني ممكن يكون مضغوط شوية. النهاردة أول محاضرة مش هنلاقي فيها ترميم، مش هنلاقي فيها إصلاح، فأنا بس عايزة أديكوا فكرة تعرفوني ونعرف بعض وناخد مقدمة كده أصلا إحنا بنعمل إيه، بنشتغل إزاي للناس الفريش الجديدة اللي معانا إن شاء الله يستفيدوا النهاردة. المحتوى العلمي للمحاضرة أنا عندي 3 حاجات. أول حاجة هنعرف يعني إيه ترميم وإصلاح، إيه المنشأ، بنرممه ليه، معنى كلمة ترميم. بعد كده تاني حاجة خطوات الترميم، ودي تقريبا الجزء الأكبر من الكورس. خطوات الترميم متقسمة معانا ل3 حاجات، هي عبارة عن 3 مراحل. أول حاجة لازم
بنشوف المبنى ونعاينه اللي هي المعاينة. تاني حاجة دراسة جدول ترميم، تالت حاجة الإصلاح، إن احنا ننفذ بقى يعني. المعاينة والتشخيص متقسمة كام جزء. أول حاجة هنعرف مقدمة عامة ملهاش أي علاقة بالترميم، هتفيد ناس كتير. أنا عارفة إن طبعا أغلبكم خبرة وأغلبكم تعرفوا كل اللي أنا بقوله ده، بس احنا بنعمل ريفريش كده، بنفتكر مع بعض، وكمان عشان الناس الفريش اللي معانا. هناخد مقدمة عن الخرسانة، هنعرف الخرسانة ونعرف أنواعها، الإضافات اللي بتتحط لها وأهمية الإضافات دي إيه، بتستخدم ليه. هنعرف فكرة عامة عن صناعة الخرسانة ومراحل اللي بتدخل فيها الخرسانة لغاية ما تبقى عندنا منشأ مش خرسانة. هنتعرف على كل على الثلاث أنواع من اختبارات الخرسانة، سواء خرسانة خضراء، سواء خرسانة متصلدة، سواء منشأ بقى خلاص هي بقت منشأ ما بقتش خرسانة. الجزء اللي بعد كده هنقسم عيوب الخرسانة، مش أنواع العيوب، هو تقسيم العيوب بالنسبة للشكل، بالنسبة للخطورة، لنوعها، لسببها، السبب اللي بيؤدي لحدوث العيوب. ده تقسيم العيوب. بعد كده هنعرف بالنسبة للتقسيم الأنواع، وكل نوع تحت أي قسم. أنواع عيوب الخرسانة، كل بقى الأنواع إن شاء الله هنتعرض لها زي ما أنتوا شايفين كده، تبقيع الخرسانة، التساقط، التفتت، تآكل الخرسانة، انتفاخ الخرسانة وأسبابه، وده موضوع كبير، وتشريخ الخرسانة اللي هو طبعا أهم عيب من عيوب الخرسانة اللي هو التشريخ. تاني جزء في خطوات الترميم دراسة جدوى الترميم، هنعرف ليه هنرمم وإمتى نرمم، وإمتى رمم وإمتى لأ، وإمتى شيل، يعني إمتى هد المبنى، إمتى رممه، وإمتى أقول لأ أنا هسيبه كده لغاية ما ربنا يكرمنا يعني. الجزء الثالث خلاص أنا عرفت السبب، أنا شخصت، أنا عينت، شفت العيب وشفت شكله وعرفت سببه، وقررت في دراسة الجدوى إن أنا هرمم. الخطوات بقى عشان أرمم، هاخد تصريح تراخيص الترميم، وبعد كده أبدأ أنفذ، هشتغل بقى إن أنا أرمم. طبعا كل عيب له طريقة معالجة، وكل مشكلة لها طريقة معالجة. هناخد بقى طرق المعالجة الشعرية، لو شروخ في مباني، لو في شروخ في أعضاء بقى خرسانية، سواء أعمدة، كمرات، بلاطات، حوائط، في جزء قواعد كمان تهيألي. الجزء الأخير بقى من الكورس هنعرف فيه إزاي ما نوصلش لمرحلة إن في عيب ونحتاج ترميم. الجزء الأخير هنتكلم فيه إزاي ما نوصلش بالمبنى لمرحلة إنه يبقى فيه عيب أو يظهر فيه عيوب ونحتاج للترميم، أو مش موضوع هنأجل الترميم إلى أقصى درجة ممكن نشتغل فيها، يعني نحمي المنشأ على قد ما نقدر. نحمي المنشأ طبعا من كل العوامل اللي بتؤدي لوجود العيوب، سواء عوامل جوية، سواء عوامل كيميائية، سواء مية طبعا من شبكة صرف، من مواسير في مناور، سواء ممكن مية جوفية، أحمال ميكانيكية، الحرارة الجوية. إن شاء الله ده يكون محتوى الكورس معانا، متقسم على 8 محاضرات تقريبا. زي ما قلنا كل محاضرة هينزل المحتوى بتاعها على الجروب بعدها. دلوقتي كنت بس عايزة شوية أسئلة، الحاجات دي طبعا هتيجي معانا في محتوى الكورس إن شاء الله، بس عايزة ريفريش كده تعرفوا إيه عن الكلام اللي أنا هقوله ده. أول حاجة، إيه أهم أشكال عيوب المنشآت لو حد عنده
فكرة أو حد عنده خلفية ممكن تكتبوا وأنا معاكم. وإحنا عموما لسه قايلينهم في الفهرس من شوية، مهندسة ريهام كاتبة تآكل حديد التسليح، تمام. الشروخ مهندس مصطفى، أهم عيب من العيوب المنشآت الخرسانية، وأخطر عيب هو الشروخ. مرور مدة طويلة على المنشأة، مهندسة أمينة. طبعا هو يعني هو مرور مدة طويلة على المنشأ هو سبب يؤدي لوجود عيب، بس مش عيب، مش عيب إن المنشأ يكون عمره كبير، المهم إن الزمن ما يكونش أثر عليه، تمام. دلوقتي احنا عندنا عيوب كتير جدا ممكن نشوفها في المنشآت. طبعا أولها وأخطرها هي الشروخ، مشاكل بالصرف. مهندس هشام، طبعا الصرف عيب كبير ممكن يؤدي لعيوب، هو سبب يؤدي لعيوب في الخرسانة، ممكن يعمل تبقيع، ده عيب من عيوب الخرسانة، شكل أشكال العيوب، ممكن يعمل تساقط، ممكن يعمل انتفاخ نتيجة صدأ الحديد جوه، تمام. القرب من مياه البحر، كل دي أسباب بتؤدي لعيوب. المياه الجوفية وتأثيرها على الأساسات، مش مهندسة ريحات، تمام. كل دي حاجات بتؤدي لعيوب. العيوب بقى ايه اللي اقصدها؟ الشرخ والشروخ لها اسباب كتير جدا هنعرفها في الكورس. الهبوط وبرضه لها اسباب كتير جدا، من اهمها المياه الجوفية زي ما قالت الباشمهندس. الترخيم او التشكل، كمرة رخمت، بلاطة رخمت. التآكل، شكل من أشكال العيوب. التساقط، شكل من أشكال العيوب. الانتفاخ، التبقيع. باشمهندس أحمد كاتب الأثر الذي تخلفه الكوارث الطبيعية، تمام. كل دي أسباب بتؤدي للعيوب، تمام. زيادة الأحمال، باشمهندس حسين، تمام. ده برضو سبب من الأسباب المؤدية للعيوب، زي الترخيم أو التشكل نتيجة زيادة الأحمال مثلا، زي الشروخ نتيجة زيادة الأحمال. زي دلوقتي زي ما قلنا، أشكال عيوب المنشآت، أهم وأخطر شكل من أشكال عيوب المنشآت الشروخ، الهبوط، ترخيم، تآكل، تساقط الخرسانة، والتبقيع. مهندس محمد رفعت خطأ في التصميم، تمام. تغيير استخدام المنشأ من سكن لخدم، تمام. كل دي أسباب بتؤدي لظهور أشكال العيوب. سوء التنفيذ، تمام. كده عرفنا أشكال عيوب المنشآت، مش أسباب. أنا السؤال كل اللي أنتوا قلتوه ده كلام تمام جدا، بس دي أسباب العيوب مش أشكالها. السؤال الثاني، كيف يتسبب مستخدمي المنشأ في عيوب قد تؤدي إلى الانهيار؟ يعني إزاي الناس اللي بتستخدم المنشأ ده ممكن يعملوا حاجات تخلي المنشأ ده فيه عيوب تصل لدرجة الانهيار، تمام. أيوه هو ده اللي أنا عايزاه. باشمهندس حسين، تغيير طبيعة استخدام المنشأ، طبعا. زيادة الأحمال، أكيد. باشمهندس رمضان حط إيده على أخطر سبب تقريبا، التأخر في المعالجة والصيانة، قصور الصيانة، وده أغلب الناس أو أغلب مستخدمي المنشآت، محدش تقريبا بيهتم بموضوع الصيانة ده خالص غير لما يحصل عيب، لما يظهر عيب، لما نلاقي شروخ. ده يعني يا ريت كمان بنهتم بالعيوب اللي سهل حلها، زي مثلا تبقيع، تمليح، عيوب تتلم. لا، الناس بتسيب المنشأ لما يوصل لدرجة تساقط، لما يوصل لدرجة تشريخ، بعد كده ندور على الصيانة. المعالجة الخاطئة نتيجة التشخيص الخاطئ، تمام. زيادة الأحمال،
صح. دلوقتي مستخدمين المنشآت زي ما قلنا أخطر حاجة بيعملوها هي الإهمال في الصيانة، قصور الصيانة. تاني حاجة إن احنا نعمل تعديلات غير مدروسة على المنشأ، زي حد بمنتهى البساطة يقوم عايز يفتح أوضة في ريسبشن يقوم شايل عمود في سكته، حد مش عاجبه شكل كاميرا في الريسبشن بيقوم شايلها، بنفتح بلكونة على ريسبشن بنقوم شايلين الكاميرا اللي في النص. تعديلات غير مدروسة بالمرة، حد أخد من محلين تحت وعايز يفتحهم في بعض بيشيل أي حاجة تيجي قصاده. طبعا كل الحاجات دي تعديلات غير مدروسة بتؤدي لانهيار المنشآت في أغلب الأحيان. السبب اللي غير كده استخدام المنشأ لغير السبب المشيد من أجله. يعني أنا عاملة منشأ سكني دارسة فيه ديد لود بقد كده ولايف لود بقد كده وعملت له ديزاين على الوضع ده، في الآخر قمت عاملة مخزن، فده طبعا كمية أحمال غير مدروسة لا حصر لها. بعد كده نرجع نقول هو شرخ ليه. السؤال اللي بعد كده، كيف يتم معالجة شروخ الأعمدة؟ في ناس اشتغلت طبعا معانا ترميم وأكيد عارفة هو موضوع كبير، بس أنا عايزة كلمة أو كلمتين في المختصر. بس طبعا معالجة شروخ الأعمدة بالذات ده حوار كبير قوي. تمام، على حسب نوع الشرخ يتم معرفة السبب ومن ثم يتم تحديد طريقة العلاج. الله ينور يا باشمهندس مصطفى. طيب هو في المختصر المفيد، أغلب مش كل أغلب شروخ الأعمدة بالظبط باشمهندس أيمن القمصان ومهندس محمد رفعت، في المختصر المفيد أغلب شروخ الأعمدة بيتم معالجتها عن طريق قميص، سواء بقى قميص بحديد تسليح، قميص خرسانة من غير حديد تسليح، قميص ستيل. بس في المجمل في يعني في المختصر شروخ الأعمدة بيتم معالجتها بعمل قميص للعمود. تمام باشمهندس وائل، نسوي قميص. تمام، السؤال الأخير، إيه هي أنواع الشروخ اللي بتظهر في الخرسانة اللدنة قبل الخرسانة ما تشك، وإزاي نقدر نتفاديها؟ اللي هي الخرسانة الخضراء بتشرخ طبعا زيها زي الخرسانة المتصلبة، يعني شروخ الانكماش. تمام، شروخ شعرية. شروخ شعرية تمام. مهندس خالد، شروخ الانكماش. شروخ الانكماش دي واحدة من أهم عيوب، من أهم أنواع الشروخ اللي بتظهر في الخرسانة اللدنة. سببها فقد المية والرطوبة، ودي بتظهر بعد الصب غالبا مباشرة. في نوع تاني من أنواع العيوب اللي بتظهر في الخرسانة اللدنة شروخ الهبوط. الهبوط نتيجة تضاغط الخرسانة، هبوط قيد. تضاغط الخرسانة يعني حجمها قل، حجمها قل نتيجة إنها فقدت كمية مية في البخر، نتيجة الشدة ريحت معانا هتهبط، نتيجة انكماشها بوجود مثلا حديد تسليح الكفر فوقيه مش كفاية، بنلاقي شرخ حوالين حديد حوالين السيخ. في شروخ ممكن تظهر نتيجة تحريك الشدات والعبوات، شدات غير مؤمنة مش مدروسة صح ممكن تشرخ الخرسانة. طيب ازاي نقدر نتفادى العيوب دي؟ أول حاجة ندرس تصميم الشدة بشكل دقيق. تاني حاجة نسيب وقت كفاية ما بين صب الأعمدة وصب البلاطات عشان العمود يكون وصل
لمقاومة تسمح له انه يشيل السقف اللي هنصب عليه فما يشرخش. نستخدم خرسانة ذات قابلية تشغيل أقل، يعني مفيهاش مياه كتير في الآخر، فما يتبخرش منها مياه. كل ما نستخدم أسياخ الديامتر بتاعها أقل، كل ما بيبقى العرضة للشروخ أقل. يعني مساحة مقطع، يعني تخن السيخ ممكن يظهر معايا الشرخ أسرع. كل ما الديامتر بتاع السيخ يبقى أكبر بيزود القيد الموجود في الخرسانة، فمع التضغط بتظهر شروخ. مهندس رمضان، مراعاة توقيت الصب ودرجات الحرارة أثناء الصب. تمام، ارتفاع درجة الحرارة طبعا بتزود كمية البخر من الخرسانة فبيؤدي لظهور شروخ. حاجة تانية من الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نتفادى الشروخ دي هي المعالجة المستمرة للخرسانة وهي لسه خضراء، يا إما الرش بالمية طول الأغلب الوقت، يا إما بنحط عليها خيش بنخليه طول الوقت رطب. حاجة تانية إن احنا ما نفكش الشدات قبل ميعادها، ده سبب من الأسباب اللي ممكن تسبب عيوب. في إضافات دلوقتي ممكن نحطها بتقلل النفاذية، وهنعرف قدام شوية إيه أنواع الإضافات دي، وفي جزء في الآخر هحط لكم كمان أسماء الإضافات دي واستخدامها. تقلل النفاذية هي بتقلل كمية البخر اللي طالعة من الخرسانة، بتخلي الخرسانة تحتفظ بأكبر كمية مية موجودة فيها. تمام كده، اتكلمنا مع بعض شوية، في عرفنا هنقول ايه، الدنيا بالنسبة لنا ماشية ازاي. دي شوية حاجات من اللي هتقابلنا، بعض حاجات بسيطة من اللي هتقابلنا في الكورس. لو في اي حد عنده اي سؤال ممكن يقول في اخر المحاضرة او على الجروب. نبدأ بقى ان شاء الله في المحاضرة بتاعت النهاردة. النهاردة زي ما قلنا هناخد مقدمة عامة عن الخرسانة، هنعرف ايه الخرسانة، انواعها، اختباراتها، اضافاتها، الخطوات اللي بتمر بيها الخرسانة لغاية ما توصل للشكل اللي احنا بنشوفه على هيئة منشأ. اول حاجة في الكورس ده زي ما قلنا هنعرف يعني ايه ترميم واصلاح. يعني ايه ترميم؟ حد عارف يعني ايه ترميم؟ طيب دلوقتي احنا بنعمل منشأ إعادة تأهيل، تمام، بنعمل منشأ إعادة المنشأ لحالته الأصلية، تمام بالظبط كده بالمختصر المفيد، إعادة المنشأ لحالته الأصلية. بنعمل منشأ لغرض معين، غرض سكني، غرض خدمي. المفروض إن المنشأ ده بيعيش أطول فترة ممكنة، بيؤدي لغرض المنشأ من أجله بنسبة تقريبا المفروض 100%. نتيجة الأسباب اللي احنا قلناها من شوية دي المنشأ مع الوقت بيقل كفاءته، فعملية الترميم بتدخل بقى في النص. عملية الترميم الغرض منها هي عملية المفروض ان احنا من خلالها بنرجع المنشأ للحالة اللي احنا صممناه عليها، للغرض اللي اتصمم من أجله عشان نستفيد منه أقصى استفادة. تمام، معنى الإصلاح وترميم المنشآت هي عملية الغرض منها إرجاع المنشأ أو العضو الذي به عيب إلى الحالة التي تم التصميم عليها، ولكي يكون في الأداء الوظيفي الذي تم التصميم من أجله حتى لا يؤثر هذا العيب إلى الخلل بباقي الأعضاء في المنشأ. منشأ فيه مشكلة مش هيؤدي الغرض اللي احنا عاملينه عشانه، فبالتالي في الآخر هينهار، يا إما مش هنستخدمه بنفس الغرض، هو مثلا مخزن مع الوقت شرخ وفي مشاكل مش هينفع نحمله أكتر من كده، فخلاص ما عادش ينفع نستخدمه
للغرض اللي تم التصميم عليه. في الحالة دي يا إما هنغير استخدام المنشأ يا إما هنضطر إن احنا نرممه. الجزء اللي في الآخر ده معناها لو أنا وليكن عندي عمود مشرخ، عندي عمود مشرخ، لو أنا قصرت في صيانة وترميم العمود ده مع الوقت هيؤثر على باقي العناصر الموجودة في المنشأ، وفي الآخر هنلاقي عنصر ورا عنصر لغاية ما المنشأ ينهار بالكامل. بالظبط يا باشمهندس أحمد، ويصبح المنشأ غير كامل على تحمل وظيفته الأساسية اللي احنا عملنا المنشأ من أجلها يعني. تمام. الحاجة اللي بعد كده خطوات الترميم والإصلاح. دلوقتي لو جه حد فيكم قال لي أنا عندي منشأ عايز أرممه، هل أنا كده مني من نفسي كده أقوم جايبة ورقة وقلم وأقول له عايزين نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا وهنبدأ من بكرة الصبح، هل ده ينفع؟ أكيد لا. أول حاجة لازم أعملها هنزل معاه بقول له تعالى يلا عشان نبص ونشوف المنشأ ده شكله ايه. بالظبط يا باشمهندس احمد، معاينة المنشأ اولا. اول حاجة هعملها هنزل واشوف المنشأ ده شكله ايه، ايه انواع العيوب اللي فيه، ايه الاسباب اللي ادت لوجود العيوب دي، هل السبب ده مستمر ولا لا، ولو مستمر هبقى عارفة ان العيب هيرجع تاني. اول حاجة لازم نعرف أسباب العيوب، وأسباب العيوب هتيجي عن طريق المعاينة. يبقى أول خطوة من خطوات الترميم والإصلاح المعاينة والتشخيص. أول حاجة لازم أنزل أشوف المكان، أشوف العيب إيه، شرخ، هبوط، تبقيع، تمليح، انتفاخ، إيه العيب اللي موجود وسببه إيه. تمام. مش مهندس حسين، معرفة سبب ظهور الشروخ، أي سبب، أي عيب بقى، مش شرط شرخ، ممكن يكون هبوط، ممكن يكون ترخيم، تحديد الاختبارات المطلوب عملها. تمام، ودي هنعرفها في اختبارات الخرسانة. أول حاجة لازم ننزل نعاين. الحاجة التانية، أنا خلاص عينت المنشأ وعرفت إن فيه عيوب وعيوب كتير، لازم أعرف هل العيوب دي، مهندسة رحاب عايزين نعرف أشكال العيوب، هتعرفي كل أشكال العيوب اللي انت عايزاه بالتفصيل الممل وبالصور وبالفيديوهات، بس مش المحاضرة دي، المحاضرة الجاية. نطول بالنا شوية يا جماعة، كل حاجة موجودة والله، ما تستعجلوش. دلوقتي أنا عينت المنشأ وعرفت إيه المشكلة اللي فيه، مليان شروخ، عنده هبوط، عنده هبوط ضغط واطي، اكيد لا يعني رخم يعني هبط نتيجة التربة، تكلفة العيوب هل هي عالية ام لا لتقييم الجدوى. تمام. تقييم جدوى الاصلاح حاجتين، بقيمه فنيا وبقيمه ماديا، التكلفة اللي هي الكوست بنفيت كنترول. لازم اعرف هل المنشأ ده بعد ما رممه هيرجع يفيدني بنسبة 100%، هيرجع يستخدم من أجل الغرض اللي اتعمل عشانه، اللي اتصمم عشان المنشأ أصلا. ده تقييم الجدوى الفنية. تقييم الجدوى الاقتصادية، عايزين نعرف الإصلاح ده هيكلف قد إيه، لأن دلوقتي مع طبعا ارتفاع الأسعار اللي موجود دلوقتي، بقت أسعارها غالية جدا جدا جدا، فعملية الترميم دلوقتي بقت مكلفة إلى أقصى درجة، ففي أحيان بيبقى إزالة المبنى أرخص بكتير جدا من ترميمه. فلازم ندرس الموضوع من ناحيتين، هل هيرجع لي المنشأ كما كان ولا لأ، وتاني حاجة التكلفة دي هتكلفني كتير، يعني هتتكلف تكلفة اقتصادية تزيد عن اللي أنا عن إن أنا أعمل منشأ أصلا جديد أو إن أنا هد المنشأ أصلا. هل البنفت اللي جايه لي من الترميم هتبقى بتعادل التكلفة ولا لا؟ ثالث حاجة هنعرف ازاي بقى
خلاص انا شخصت وعينته وشخصت وقلت لا، انا المبنى ده يستاهل فعلا ان انا ارممه، يستاهل ان انا ارممه. طب هبدأ منين وازاي؟ الخطوات والتنفيذ. اول حاجة المعاينة والتشخيص، هنعرف نشوف المنشأ، نعرف العيب ايه، هنعرف زي ما كانت عايزة المهندسة رحاب انواع العيوب كلها، اشكال العيوب كلها، وكل شكل سببه وجه منين. بس دلوقتي هنعرف مقدمة عامة عن الخرسانة، وده موضوعنا النهاردة. الخرسانة دي هي مادة، كيان مصنع، مش حاجة، مش مادة، هي حاجة يعني كيان نتج من عدة مواد، بتتكون من حاجتين أساسيتين: الركام اللي هو الزلط والرمل، وعجينة الأسمنت. عجينة الأسمنت دي اللي هي عبارة عن أسمنت ومية. الركام بيمثل من 60 ل 70% من تكوين الخرسانة، وعجينة الأسمنت اللي هي الأسمنت والمية على بعض بيكونوا من 30 ل 40% من تكوين الخرسانة دي. بحكم إن الركام هو بيشكل الجزء الأكبر من الخرسانة، خواصه دايما بتؤثر تأثير كبير جدا على خواص الخرسانة. عجينة الأسمنت دي عبارة عن تفاعل ما بين الأسمنت والمية، بيدينا مادة لاصقة بتلزق، مهمتها إنها تلزق الركام في بعضه وتملى الفراغات ما بين الركام. دي قصة عجينة الأسمنت، تربط أجزاء الركام مع بعضها، وهي مادة عجينية، عجينة ناتجة من تفاعل الأسمنت مع المية، تفاعل كيميائي ناتج من الأسمنت مع المية، وبيتولد معاها حرارة. كثافة الخرسانة في حالة الخرسانة العادية تقريبا 2300 كيلو جرام على المتر مكعب، لو خرسانة مسلحة 2400 كيلو جرام على المتر مكعب. طبعا ممكن يقل وممكن يزيد، ده نتيجة إن احنا بنغير نوع الركام. زي ما قلنا الركام بيمثل من 60 ل 70% من الخرسانة، فخواصه بتؤثر تأثير كبير جدا على الخرسانة. يعني لو عايزين خرسانة أخف بنستخدم ركام خفيف زي الخرسانات اللي بتستخدم في العزل، لو عايزين خرسانة كثافتها عالية دي اللي بتستخدم في أنواع معينة من المباني زي المفاعلات النووية، منشآت محتاجة خرسانة من أنواع خاصة، أنواع من المنشآت اللي بتتعرض لأشعة إكس وأشعة جاما. في الحالة دي بنستخدم ركام كثافته أعلى، ممكن توصل إن احنا نستخدم مسحوق حديد، المواني، بلوكات المواني. تمام، باشمهندس رمضان. الخرسانة اللي قلناهم دي بنسبة من 1 ل 2% فراغات، مسام، بنسميها مسام الخرسانة، المفروض إنها ما تزيدش عن كده. الخرسانة طبعا لها مميزات كتير جدا جدا جدا، عشان كده احنا بنستخدمها في أغلب المنشآت دلوقتي. أهمها إنها يعني مادة اقتصادية جدا، بتحتاج صيانة أقل بالنسبة للمنشآت المعدنية، ما بتحتاجش ناس فنيين تكنيكال عالية، يعني أي ناس من على الرصيف دلوقتي بيشتغل. مقاومتها للحريق والمية تقريبا جيدة جدا، مش وحشة. مقاومتها للضغط عالية جدا، بس كمان عندها عيوب. مقاومة شدها ضعيفة جدا. جفاف الخرسانة مع الرطوبة بتؤدي لشروخ، وده عيب من عيوبها. مش مصمطة تماما، فيها نسبة من 1 ل 2% مسام، مش زي الحديد. المسام دي ممكن تبقى عيب كبير جدا، لأنها في الشتاء في حالة وجود أي سبب رطوبة بتختزن المياه دي جواها في المسام دي، ودي أكبر سبب تقريبا لوجود الشروخ.
المسام هي لما بتختزن المايه جواها بتؤدي بعد كده لصدأ الحديد، وصدأ الحديد بيزيد الديامتر بتاعه وبينطر، بيسبب بقى قوة ضغط كبيرة جدا على الخرسانة من جوه، تلاقي الخرسانة دي فرقعت، شرخت، وقع حتت منها، وقعت كده. ده تعريف الخرسانة يعني بالمختصر كده. يعني طبعا موضوع الخرسانة ده كبير جدا. هي كيان يتألف من عدة مواد، الركام والأسمنت والمية. الركام اللي هو السن أو الزلط والرمل مع بعض وبعض الفراغات، ويمكن إضافة بعض المواد الأخرى اللي هي الإضافات زي ما قلنا. ويمثل الركام الجزء الأكبر، حيث يشغل حوالي من 60 ل 70% من الحجم الكلي للكتلة الخرسانية، ويتماسك مع بعضه بفعل العجينة الأسمنتية المغلفة للركام، والتي تتصلب نتيجة التفاعل الكيميائي بين الأسمنت والمية اللي هي عملية الإماهة، بينتج عنها عجينة الأسمنت اللي هي شغلتها إنها تغلف الركام وتمسكه في بعضه وتملى الفراغات ما بينه. يتألف الركام من حبيبات صغيرة كالرمل وكبيرة كالزلط، ومن فوائده أنه يعطي للخرسانة متانة أفضل مما لو استعملت العجينة الأسمنتية لوحدها. طبعا في فرق كبير جدا من إن احنا أسمنت ومية، وإن احنا نحط فيه أسمنت ومية هيبقى مونة، احنا عارفين يعني مقاومتها أقل بكتير جدا من وجود الركام فيها. كمان هو بيقلل من التغيير الحجمي للخرسانة. انت عارفين الأسمنت لما بيتسلط بيشك بينكمش. وجود الركام هي حاجة مهمة جدا عشان تقلل من التغيير الحجمي للخرسانة، لأن الركام تقريبا مش بينكمش يعني بنسب طفيفة جدا من التغير. وكذلك يقلل من التغير الحجمي للخرسانة الناتج من عمليتي الشك والتصلب ومن تعرض الخرسانة للرطوبة والجفاف. أما العجينة الأسمنتية فتشكل من 30 ل 40% من حجم الخرسانة، وتقوم بوظيفة فعالة، وذلك بإيجاد التماسك بين أجزاء الركام والتماسك بين الخرسانة وحديد التسليح وملء الفراغات بين حبيبات الركام وتسهيل عملية الخلط وصب الخرسانة. أما بالنسبة للفراغات فنسبتها من 1 ل 2% من حجم الخرسانة، ويمكن في بعض الحالات الحصول على خرسانة ذات كتامة عليها بإضافة بعض المواد الأخرى للخلط. إضافات مش بتخلي عندنا فراغات. تمام. طبعا مش ال 13 حاجة اللي انتوا شايفينها قدامكم دول هي كل أنواع الخرسانة، عندنا أنواع كتير جدا 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 من الخرسانة، بس دول يعني ممكن نقول أهم الأنواع اللي بتقابلنا، أكتر الأنواع استخدام بتقابلنا. أول حاجة الخرسانة العادية. الخرسانة العادية هي عبارة عن أسمنت ومية وركام وممكن وجود إضافة، بس هي بدون حديد تسليح. بنستخدمها في فرشات الأرصفة، في الكتل، خصوصا الكتل الغير معرضة للإجهادات. مقاومتها، مقاومة الضغط طبعا ليها تقريبا بتتراوح من 150 ل 250 كيلو جرام على السنتي المربع. ممكن نحسن خواصها ان احنا نغير نوع الاسمنت. انتوا عارفين طبعا مقاوم للكبريتات، مقاوم للكلوريدات، اسمنت تايب 2، كمية الاسمنت فيها ممكن تزيد ودي بتزود المقاومة. ممكن نضيف لها اضافات نخليها تقاوم العوامل الجوية أو تقاوم الكبريتات، تقاوم مية البحر، الكلوريدات. في المختصر هي نوع بسيط جدا من أبسط أنواع الخرسان. تاني حاجة الخرسانة المسلحة. هي خرسانة عادية بس بيشترك معاها في التكوين حديد التسليح. ليه بقى؟ عشان الخرسانة المسلحة بتكون في عنصر إنشائي معرض لإجهادات شد، فبنحط فيه حديد تسليح عشان يتحمل إجهادات الشد اللي معانا.
وده تقريبا اكتر انواع الخرسانات شيوعا في العالم، اكتر نوع بنستخدمه طول ما احنا ماشيين الخرسانة المسلحة، وده عشان سهل ننفذه وجدوته الاقتصادية عالية جدا مقارنة بالمنشآت الستيل ستراكشرين. تمام. الخرسانة سابقة الإجهاد. الخرسانة سابقة الإجهاد هي خرسانة عادية بنكسبها إجهادات ضغط قبل تحميلها، يعني بنعرضها لإجهادات ضغط عالية قبل ما نستخدمها كعنصر إنشائي. ليه بقى؟ في الحالة دي الخرسانة بنخليها وهي عادية تتحمل إجهادات شد، تمام؟ وفي الحالة دي مش هنحتاج حديد تسليح. نفهم الكلام ده إيه؟ قطاعات خرسانية بتستخدم في منشآت خاصة ما بنكونش عايزين نحط فيها حديد تسليح، بس عايزين الخرسانة تشيل إجهادات شد معاه. فبنعمل إيه؟ بنعمل خرسانة سابقة الإجهاد. الخرسانة العادية زي ما قلنا مقاومتها من 150 ل 250 كيلو جرام. بتوصل للخرسانة سابقة الإجهاد من 350 ل 600 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. تمام؟ الخرسانة سابقة الإجهاد دي بقى بنكسبها المقاومة العالية دي إزاي؟ في طريقتين. طريقة الشد السابق وطريقة الشد اللاحق. طريقة الشد السابق اللي هي البريتنشن، بنعمل ايه؟ بنحط كابلات من الصلب داخل الخرسانة، بنحط كابل في الشدة اللي هنصب بيها اللي هنصب فيها الخرسانة، وبعد ما تتصلب الخرسانة تماما، تمام، بنعرض الكابل ده لقوة شد من الطرفين اللي ظاهرين من القطاع الخرساني ده. بعد كده بنزيل قوة الشد دي. طبعا لما بنشد الكابل ده، الكابل ده ستيل، بنشده، حركة كابل الستيل جوه الخرسانة، الاحتكاك ما بينه وما بين جزيئات الخرسانة دي بتسبب قوة تماسك داخلية ما بين الخرسانة والحديد. الحالة دي بخلي الخرسانة تتحمل لأقصى درجة. الطريقة التانية اللي هي البوست تنشن، شد اللاحق. ازاي بقى؟ بصب الخرسانة من غير كابلات ولا حاجة، بس بعمل فيها ايه؟ بعمل فيها جراب صلب او جراب بلاستيك بي في سي دلوقتي. المهم مادة تتحمل قوة الشد دي، وصب القطاع تمام وعاملة جواه جراب أو ماسورة رفيعة. خلاص صبيته تمام، بحط جوه الجراب ده أسلاك قضبان بارز كده ستيل، أسلاك مجدولة، كابلات، بعديها جوه الجراب، وبنحط بليتة حديد قبل القطاع وبعديها من المكان اللي بيخرج منه الكابل ده، وبعرض الكابل ده لقوة شد. بعد كده بشيل قوة الشد، بينكمش الكابل تاني ويرجع في مكانه. بنكون صبينا مادة زي الجراوت مثلا، ما بين يملى المسافة ما بين الكابل وما بين الجراب، وبتنقل قوة الشد ما بين الكابل اللي شدناه والجراب والخرسانة، فبتسبب تماسك شديد جدا ما بين الكابل الموجود والعضو الخرسانة. في الطريقتين النتيجة بتاعتهم ان بيتم بيهم اكساب العضو الخرساني مقاومة عالية جدا، وما استخدمناش فيه حديد، يبقى كتلة خرسانية عادية كبيرة وفيها بس كابل أو بار حديد جوه.
طبعا ده بنشوف، دي حاجة بنشوفها في مثلا الكتل الخرسانية المستخدمة في فلنكات السكك الحديد، في قطاعات معينة من الكباري. تمام. الجزء اللي بعد كده، النوع اللي بعد كده، الخرسانة سابقة الصب. الخرسانة سابقة الصب هي قطاعات جاهزة مصبوبة واتصلبت واتصلدت وتم معالجتها في المصنع مش في الموقع. دي بنلجأ لها في الحالات اللي ما ينفعش فيها، اللي بيتعذر فيها الصب في مواقع معينة، أماكن مزنوقة جدا صعب إن احنا نصب فيها، في شوارع، ميادين عامة، في أماكن على مجرى مائي مثلا، صعب وجود عمالة وناس ومعدات ونصب. فبنصب العنصر الخرساني ده وبنعالجه في المصنع، وبعد ما يوصل للمقاومة اللي احنا عايزينها بناخده كده بنشيله وننقله في الموقع. مثال ده البلوكات الخرسانية، الفلانكات، وحدات سلالم جاهزة، هاندريلات جاهزة. والله وصلت ان انا يعني انا شخصيا عملت سور من قطاعات خرسانة جاهزة، زي ورق خرسانة كده، كانت شبه ورق، السكنس بتاعها من 5 ل 7 سنتي، وبتتركب فوق بعضها كده عاشق ومعشوق. طبعا ده نوع يعني بيخلينا، النوع ده بيخلينا نتحكم كمان في جودة الخرسان، بنعمل عليها كواليتي كنترول عالية جدا لأنها في موقع، في مصنع اللي بيعملها معدات أو ناس تكنيكال جدا، مش عمالة عادية في الموقع خاصة، بيكون دكها بقى بماكينات وهزازات في المصنع، حاجات يعني الكواليتي كنترول بيبقى عليها بيبقى عالي جدا، فبينتج منها خرسانة كفاءتها عالية جدا. بنحط لها طبعا الإضافات اللي احنا عايزينها على حسب المكان اللي هي تستخدم فيه، ممكن نعملها ملونة، يعني وجودها ان احنا بنعملها في المصنع بتدينا طبعا العبارات مسبقة الصب، تقنية التنفيذ عالية جدا صح، عشان موجودة في المصنع مش في الموقع. النوع رقم 5 هي الخرسانة عالية المقاومة، الهاي سترينث كونكريت. دي خرسانة مقاومتها بتصل تقريبا من 600 لغاية ممكن 1400 1500 كيلو جرام على السنتي المربع. مكوناتها ايه بقى الخرسانة دي؟ طبعا ركام ومية واسمنت. جالها منين المقاومة العالية دي؟ من حاجة بنضيف لها حاجة اسمها سوبر بلاستايزر أو الملدنات. الملدنات دي وظيفتها إن احنا نحط كمية مية قليلة جدا 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 في الخرسانة، فبتدينا مقاومة عالية جدا جدا جدا. بنستخدم معاها كمان أنواع ركام ذات مقاومة ضغط عالية ومقاومة بري واحتكاك عالية، زي الجرانيت، زي الدولومايت. ممكن نستخدم فيها برادة حديد. طبعا كل ما بنحط نوع ركام بجودة أعلى كل ما تدينا مقاومة أعلى، بالإضافة للملدنات اللي بتخلينا نستخدم كمية مية قليلة جدا جدا جدا. ده بالنسبة للركام. بالنسبة للرمل، بيتحط فيها رمل معاير النعومة بتاعه، رمل خشن من الآخر يعني، معاير النعومة من 2.8 لغاية 3 تقريبا. بنحط فيها أسمنت عالي الجودة وكميته ما تقلش عن من 450 ل 500 كيلو جرام في المتر المكعب خرسان. مش مهندس محمد رفعت، بتستخدم في ايه الخرسانة عالية المقاومة؟ هنقول دلوقتي بتستخدم في ايه. بنحط فيها كمان
غبار السيليكا، دي مادة بتتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم. هيدروكسيد الكالسيوم ده مادة موجودة أصلا في الخرسانة. جاية منين؟ جاية من عملية الإماهة اللي هي تفاعل المية مع الأسمنت. غبار السيليكا ده بقى بيتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم ده. هي حتة كيمياء كده شوية، بس احنا يعني عايزين بس نعرف هو مقاومتها، المقاومة العالية دي جت منين. فالسيليكا دي لما بتتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم بتدينا مركبات ما بتدوبش، غير قابلة للذوبان، وبتسد الفجوات والمسام الداخلية، وبتسد المسام الشعرية للخرسانة، فبتدينا خرسانة ما فيهاش أي نفاذية، بتحسن النفاذية يعني ما فيهاش أي فراغات، بتسد كل الفجوات فبتدينا مقاومة عالية. بنحط قد إيه غبار سيليكا ده؟ نسبة من 10-15% من وزن الأسمنت تقريبا. يعني زي ما قلنا هي ركام ومية وأسمنت وإضافات، وأهم حاجة بقى اللي قلنا عليها السوبر بلاستيزر اللي هي الملدنات. الملدنات إضافة بتتحط بنسبة تقريبا 25% من وزن الأسمنت. أهميتها إنها بتخلينا نستخدم كمية مية قليلة جدا جدا، فبتدينا مقاومة عالية جدا. مهندس محمد رفعت، بتستخدم في ايه بقى الخرسانة ذات المقاومة العالية دي؟ في الكباري، في المنشآت البحرية، في المباني العالية زي ما قال المهندس محمد عاشور، في قواعد التاور كرين، في المنشآت اللي بتتعرض لإجهادات عالية بتحتاج فيها مبنى أو خرسانة مقاومتها عالية. تمام. النوع السادس الخرسانة الليفية. الخرسانة الليفية ركام وأسمنت مية وألياف. ألياف غير مستمرة، الخرسانة قطع صغيرة يعني موزعة بشكل عشوائي في كل الاتجاهات. أكيد أغلبنا دلوقتي شاف يعني شافها موجودة كتير في السوق أو بنضيفها كتير. الألياف دي نوعين دلوقتي، في ألياف صلب وألياف صناعي. الألياف الصلب قطع صغيرة شبه المسامير كده بس على أرفع شوية، طولها تقريبا 5 سم، هي بتتراوح من 3 ل 8 سم، قطرها تقريبا من 0.5 ملي لتمانية من عشرة، وبتتحط بشكل عشوائي. طبعا بتتحط بكمية قد ايه على حسب ديزاين الخرسانة دي، على حسب المقاومة اللي احنا عايزينها من الخرسانة دي. النوع التاني هي ألياف صناعية، دي موجودة كتير جدا في السوق دلوقتي، بولو بروبولين، بوليسترين، أكريليك، موجودة كتير، شكلها كده شبه الدبابيس شوية بس بيضة، أبيض شفاف كده شوية. أهمية الألياف دي إيه؟ بتحسن خواص الخرسانة، يعني كأننا حطينا فيها حديد تسليح، بتحسن خواص الخرسانة في الشد والانحناء، بتقلل جدا الانكماش، بتقلل جدا الشروخ، وخصوصا الشروخ الشعرية، بتمنع تقريبا تماما الشروخ الشعرية، وبتقلل من اتساع الشروخ الكبيرة. يعني حاجة كويسة الألياف دي دلوقتي. أنا في شغل كتير بحطها، حتى لو الخرسانة مش ما فيهاش عيب يعني. يعني بقيت أستخدمها كتير، الألياف البوليستر والبولي بروبيلين دي دلوقتي موجودة كتير جدا، وسعرها مش غالي يعني، تقريبا الكيس فيه تقريبا 900 جرام، سعره دلوقتي تقريبا 100 جنيه، فتعتبر مش غالية. ونسبتها تقريبا بتتحط كيس على المتر المكعب، بيدينا والله بتمنع الشروخ الشعرية، بتقلل الشروخ الكبيرة، بتديني مقاومة عالية، بتقلل الانكماش. تمام يعني حلوة جدا. النوع اللي بعد كده رقم 7
الخرسانة ذاتية الدمك. يعني ايه خرسانة ذاتية الدمك؟ يعني ما بنحتاجش ندكها من الآخر بمنتهى البساطة، يعني ما بنحتاجش ندكها. ليه؟ لأنها خرسانة على درجة عالية من السيولة، كأننا بنصب مية في كوباية، ما بنصب الخرسانة في الشدة بالظبط كأني بصب مية في كوباية. لا محتاجة دكها، لا محتاجة هزاز، مقاومتها عالية للانفصال الحبيبي. بستخدمها ليه؟ في قطاعات بتبقى فيها حديد كتير وأقطاره كبيرة، لو استخدمت فيها خرسانة مش ذاتية الدمك، خرسانة عادية، هتعشش. فأهمية بقى الخرسانة ذاتية الدمك دي، بتملى كل الفراغات الضيقة، بتملى كل الأماكن اللي ما بين حديد التسليح، بتقلل لي نسبة التعشيش، بتقلل لي نسبة الفراغات، بتصلح لقطاعات الخرسانية الضيقة، سهلة جدا في الصب، ما بحتاجش معاها هزاز، شكلها بعد ما بفك الشدة ما شاء الله فير فيس شكلها خرسانة معمارية يعني. ما بنحتاجش نسويها بعد الصب، بنستخدم معاها عمالة أقل. لو جبت عربية الخرسانة هتصب من غير عمال وتمشي، بنصب في وقت قليل جدا، مش محتاجة هزاز ولا نخبط عليها ولا حاجة خالص. بقى بتنتج من ايه الخرسانة ذاتية الدمك دي؟ خرسانة وإضافات، مادة إضافة. طبعا هقول في الآخر هديكم أسامي أكبر شركات الإضافات وأهم أنواع الإضافات في كل شركة، الحاجات اللي احنا بنستخدمها كتير. يبقى الخرسانة ذاتية الدمك خرسانة عادية جدا، بنحط فيها مادة بتخليها درجة السيولة بتاعتها عالية. النوع اللي بعد كده الخرسانة البوليمرية. يعني ايه بوليمرية؟ يعني ايه بوليمر؟ بوليمر دي مواد عضوية بتحتوي عن جزيئات كتير متشابهة، وزنها الجزيئي مرتفع. لو هنرجع بقى للكيمياء الرخمة بتاعت ثانوي دي، مواد إضافة من مواد عضوية ذات وزن جزيئي مرتفع. دي خرسانة عادية جدا جدا، بنضيف ليها البوليمر دي. البوليمرز دي أهميتها في الخرسانة هي مادة لاحمة مالئة للفراغات بين الركام، يعني بتزود التماسك بين الركام، بتدعم عمل الأسمنت من الآخر، بتقوي الأسمنت من الآخر. الأسمنت هو مادة لاصقة للرخام، بتلحم الركام للركام، بتلحم الركام في بعضه. البوليمرز دي مادة ما بتخليش بقى عندنا حتى نسبة فراغات خالص، وبتخلي التماسك ما بين الركام وبعضه شديد جدا جدا جدا. بنحطها قد ايه؟ بنحطها تقريبا نسبة من وزن الخرسانة، او من وزن الاسمنت، لا من وزن الخرسانة، نسبة من 6 تقريبا ل 10% من الخرسانة بالوزن. مركبات موجودة كتير دلوقتي في السوق في شركات الإضافات. عيوبها عالية، تكلفتها جدا 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 جدا، ده أكبر عيب فيها. مميزاتها مقاومتها للعوامل الجوية عالية جدا، ما عندهاش تقريبا نفاذات، ما بتعديش مية، حلوة جدا يعني، في مقاومة لنفاذات المية كبيرة جدا، بتقاوم الكبريتات والتآكل بشكل كبير جدا، بتقاوم الانكماش وبتقاوم الشد والضغط. يعني ليها مميزات كتير جدا، بس عيبها انها تكلفتها عالية جدا. النوع رقم 9 الخرسانة المقذوفة. الخرسانة المقذوفة دي لازم نقف عندها شوية. ليه بقى؟ أهم نوع من أنواع الخرسانات اللي بتستخدم في عمليات الترميم هي الخرسانة المقصوفة. يعني هي موضوع
موضوع الكورس بتاعنا بتنتج عن ايه بقى الخرسانة المقذوفة دي؟ خرسانة عادية جدا بتقذف من مكنة تحت ضغط هواء، بتبقى عبارة عن كومبريسور بيضغط المادة دي في خراطيم، وفي نهايتها حاجة شبه البشبولي كده بيطلع ال أو مسدس كده بيطلع الخرسانة دي طبعا تحت ضغط، فالضغط ده بيسبب تماسك ما بين الخرسانة والحيطة أو العضو اللي هتنزل عليه. المكنة دي شكلها لها شكلين يعني، أو لها نوعين، في نوع بيقذف الخرسانة مصبوبة يعني متخلطة أسمنت وركام ومية بتتخلط وبتتقذف وهي متخلطة، وفي نوع بيبقى عبارة عن خرطومين، خرطوم فيه الأسمنت والركام وخرطوم فيه المية، وبتتم خلطهم مع بعض تحت تأثير الضغط وهي بتتقذف. بتستخدم في إيه؟ طبعا أهم حاجة بتستخدم فيها، بتستخدم كتير جدا 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 بالترميم. بتستخدم في ايه تاني غير الترميم؟ تبطين الأنفاق والترع، المسابح تمام، هو جدران حمامات السباحة تمام. بتستخدم في الأماكن تدبيش الجبال، تدبيش الجبال تمام. بتستخدم في الأماكن اللي صعب إن احنا نعمل لها الأنفاق صح، ترع. بتستخدم في الأماكن اللي صعب إن احنا نعمل فيها شدات، في الأماكن اللي فيها السكنس قليل، سكنس الخرسانة قليل، مش هينفع نعمل شدة مثلا 5 سنتي 7 سنتي 10 سنتي هتبقى صعبة، ففي الحالة دي بنستخدم خرسانة مقذوفة. تبطين الأفران، هنجيب إن شاء الله فيديوهات للأنواع لشكل مكنة الخرسانة المقذوفة وشكل الخرسانة وهي بتتنفذ، وإن شاء الله هحطها على الجروب. أهم حاجة بقى في الخرسانة المقذوفة بتكون فيها نسبة أسمنت عالية جدا، بتكون فيها ركام حجمه قليل زي ما بنقول كده في الموقع، بنستخدم فيها سن زيرو، سن ما يزيدش تقريبا عن من 10 ل 12 مللي اللي هو السن الزيرو. ليه بقى؟ أولا احنا قلنا ان هي بتستخدم في الترميم، واحنا في أغلب الترميم وهنشوف قدام في المحاضرات اللي بعد كده القطاعات عندنا بتبقى قليلة، فمش هينفع نستخدم فيها ركام كبير ونحط أسمنت كتير. ليه؟ لأنها كلها قطاعات صغيرة وكلها حاجات دقيقة جدا، سواء أفران سواء أنفاق سواء شغل الترميم، كلها حاجات بتحتاج مقاومة عالية فبنحط فيها أسمنت كتير. النوع رقم 10 الخرسانة الخفيفة. الخرسانة الخفيفة بتستخدم استخدامات كتير، من أهمها وأشهرها العزل، سواء عزل حرارة أو عزل صوت. طبعا عيب كبير من عيوب الخرسانة العادية هي زيادة وزنها، زي ما قلنا 2300 كيلو جرام على المتر المكعب. الخرسانة الخفيفة وزنها من 1400 ل 1800 أو 1900 كيلو جرام على المتر المكعب. بنخفف الخرسانة دي يعني، وصلنا للوزن ده ازاي؟ في 3 طرق، يا إما بنخلي الفراغات بين حبيبات الركام كبيرة فده بيخلي لنا الوزن أقل، لأن المتر المكعب بيبقى فيه نسبة فراغات أكتر، وده عن طريق بنحط ركام حجمه كبير وما فيهوش تدرج فراغات، فلما نبقى عايزين فراغات بنحط ركام ما فيهوش تدرج.
تمام، يا إما بنحط ركام خفيف، الركام نفسه من مادة خفيفة، زي في دلوقتي أنواع ركام صناعي خفيف زي الفوم زي اللايكا، في أنواع كتير من الركام وزنها قليل فبتدينا خرسانة خفيفة. الحل التالت إن أنا أعمل خرسانة فيها فراغات كتير، فيها فقاعات هواء أو غاز كتير، وده بيجي منين؟ بيجي من مادة، بنضيف مادة رغوية وبنخلط بشكل معين بتدينا خرسانة زي الفوم زي الكريمة، حجم على الفاضي ووزن مفيش. وطبعا زي ما قلنا دي بتستخدم في العزل، أهم وأشهر أنواع المنشآت اللي بيستخدم فيها الخرسانة الخفيفة بتستخدم في العزل، بتعزل الصوت كويس جدا وبتعزل الحرارة كويس جدا. لو حطينا فيها بدل أو نسبة من الركام فوم بتبقى فعلا كاتمة للصوت وعزلة كتير جدا 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 للحرارة. زي ما عرفنا الخرسانة الخفيفة هنعرف الخرسانة الثقيلة، الهيفي ويت كونكريت. الخرسانة الثقيلة بتستخدم في أنواع معينة دقيقة جدا 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 من المنشآت المعرضة لإشعاعات، بتصنع من ركام من خامات معينة بيدخل فيها حديد ورصاص، عشان كده بتدينا الوزن العالي ده، بيصل وزنها تقريبا من 3000 ل 4000 كيلو جرام على المتر المكعب. ممكن بيوصل لدرجة ان احنا نستبدل كمية من الرخام بقطع حديد، وممكن يصل وزنها لو بنعمل مفاعلات منشآت مثلا كمفاعلات بيوصل وزنها ل 5600 كيلو جرام. أهم حاجة بقى ما بنحطش معاها أي حاجة معجلة للشك، لو في حالة إن احنا حطينا معاها قطع حديد بديل من الركام عشان يقاوم الإشعاعات أو يقاوم الإجهادات العالية في المنشآت اللي بتستخدم فيها الخرسانة الثقيلة، بنستخدم فيه نوع خاص جدا من أنواع الصب، وهي طريقة بتسمى طريقة الخرسانة سابقة الرص. معناها إن إحنا بنرص حبيبات الركام بالشكل اللي إحنا عايزينه، وبنوزع فيها قطع الحديد اللي إحنا هنحطها في الفراغات بالتوزيع اللي إحنا عايزينه، وبعد كده بنصب عليها العجينة الأسمنتية اللي هي أسمنت ومية عشان ما يحصلش انفصال حبيبي نتيجة وجود قطع الحديد ما بين الركام. وزي ما قلنا دي بتستخدم في منشآت خاصة جدا جدا جدا، المنشآت المعرضة لإشعاعات عالية زي المفاعلات النووية. تمام، النوع اللي بعد كده هي الخرسانة الكتلية. يعني ايه خرسانة كتلية؟ يعني خرسانة ذات حجم كبير، كتل كبيرة زي السدود زي الخزانات الأرضية زي الكتل اللي بنشوفها مثلا كحواجز أمواج، ودي نوع خاص من الخرسانة وبتحتاج احتياطات كبيرة جدا جدا، رغم إنها نوع سهل في التنفيذ كمان بس بتحتاج احتياطات كبيرة جدا 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 وقت الصبر نتيجة حجم القطاع الخرساني اللي هنصبه ده، بتتولد درجة حرارة عالية جدا من عملية الإماهة، بتتولد حرارة عالية جدا جدا من عملية الإماهة. الحرارة دي ممكن تؤدي لتشريخ وانكماش كبير في قطاع الخرسانة ده، عشان كده بتحتاج كواليتي كنترول عالية جدا وبناخد فيها احتياطات كبيرة قوي. أهمها إن إحنا بنستخدم أنواع معينة من الأسمنت منخفضة الحرارة،
بنحط فيها محتوى أسمنت قليل عشان نقلل الحرارة دي. بنستبدل نسبة من 10 لـ20% من الأسمنت ده بمادة غبار السلك أو رماد عشان نقلل الحرارة الناتجة. بنعالج كتير جدا جدا طول الوقت معالجة لدرجة الغمر بالمياه. ممكن نستخدم تلج مجروش بدل من مية الخلط، ودي طريقة بتسمى طريقة التبريد السابق. ممكن نحط جوه الكتلة الخرسانية دي مواسير رفيعة، وطول الوقت بنمرر فيها مية باردة، نوع من أنواع التبريد، لأن حجم الكتلة الخرسانية بتكون كمية الحرارة الناتجة عنها كبيرة جدا جدا، ممكن تؤدي لتشريخ وانهيار الكتلة لو ما كانتش تتعالج صح وكويس جدا. فهي بتستخدم، هي نوع مهم بيستخدم في أنواع خاصة من المنشآت، لكن هو محتاج احتياطات كبيرة جدا جدا وقت الصب ووقت المعالجة. النوع الأخير في الحاجات في الأنواع القليلة الموجودة معانا، طبعا أنواع الخرسانة أكتر من 25-30 نوع، بس دي يمكن أكتر الأنواع المشهورة اللي احنا بنستخدمها كتير وجت في بالي. الخرسانة المعمارية، خرسانة سهلة كده زي الخرسانة العادية، بتوفر لي الهدفين الإنشائي والمعماري. ممكن نستخدم فيها أكسيد عشان تدينا لون، ممكن نستخدم فيها بعض الإضافات بتدينا شكل أملس مثلا، بنشدها بأنواع معينة من الشدات المعدنية أو الخشب البليوود فبتدينا خرسانة فيرفيس. ممكن نخشنها بشكل معين، ممكن نعمل لها فرم تدينا أشكال ديكورية فيها رسم أو فيها ديكور في جزء من الديكور يعني. صبها بيبقى صب أشبه بالفرم الجبسية اللي بنستخدمها كلنا في البيوت دي. شدة لها شكل معين بنصب فيها خرسانة، بنستخدم فيها إضافة تدينا درجة سيولة للخرسانة عشان تدينا سطح الشكل المعماري أو الديكوري اللي احنا عايزينه. بنحط فيها نسبة من الأسمنت الأبيض البورتلاندي علشان تدينا الشكل الفيرفيس ده، على حسب بقى الشكل المعماري أو الديكوري اللي احنا هنستخدمه فيه اللي احنا هنستخدمها فيه. لو عايزينها ناعمة، عايزينها متخشنة، عايزين نحط لها لون، هي في الآخر خرسانة ديكورية. ودي كانت أهم الأنواع الخرسانة اللي معانا النهاردة. لو في حد محتاج يعرف فرق بين نوع ونوع، لو حد عنده سؤال يتفضل أو يبقى يكتبه على الجروب. هل تستخدم الألياف مع الحديد في الخرسانة الليفية؟ لا، يا بنستخدم الألياف المعدنية الصلب، يا بنستخدم الألياف المصنعة، يا دي يا دي، لكن الاثنين لا، مش الاثنين مع بعض. يا ريت ندعم المحاضرات ببعض الصور، طبعا عندنا صور كتير وهننزلها على الجروب حاضر للمواد الغير شائعة الاستخدام. هنزل لكم كل المواد واسمها وأسامي الشركات والاسم المتداول في السوق ليها، ولو أقدر أجيب لكم أسعار كمان، وكل ده هيكون موجود على الجروب إن شاء الله. الجزء اللي بعد كده هنتكلم عن إضافات مهندس محمد السعود، إضافات الخرسانة. إيه هي إضافات الخرسانة؟ مواد كيميائية أو عضوية بنجيبها من شركات كيميائية خاصة بالإضافات دي، بتضيف بعض الخواص للخرسانة. بس طبعا قبل ما نحط أي مادة لها
يعني الموضوع مش لازم يكون مدروس، مش بنحط اي حاجة كده وخلاص، لازم نبقى عارفين ان المادة دي ما بتأثرش على الخرسانة بالضرر. لازم نكون دارسين اللي هي الجدول الاقتصادية للمادة اللي احنا هنحطها دي، هل سعرها، لان الحاجات دي دلوقتي بقى سعرها عالي جدا جدا جدا، هل سعرها بيتناسب مع الفايدة اللي احنا هنحطها ولا لا. اي خرسانة فيها حديد، اي خرسانة فيها حديد ما بنحطش فيها اي اضافة فيها كلوريدات. تاني، اي خرسانة فيها حديد ما بنحطش فيها اي اضافة فيها كلوريدات. ويا ريت يعني ده خارج موضوع الاضافات، يعني بنستخدم معاها نوع من انواع الاسمنت المقاوم للكلوريدات زي مثلا اسمنت تايب 2. لما بنحط اضافتين مع بعض لازم ندرس كويس جدا تأثيرهم على بعض وتأثيرهم على الخرسانة. لازم نراعي كويس جدا سلوك الإضافة دي أو تأثيرها على الأسمنت. هتعطل حاجة في عمل الأسمنت؟ الأسمنت، نوع الأسمنت المستخدم هيعطل فيها حاجة؟ الحاجات دي لازم تتدرس كويس جدا قبل ما نحط أي إضافة على الخرسانة. تعريف الإضافات، الإضافة هي مواد غير الركام والأسمنت والمية، مواد كيميائية زي ما قلنا، تضاف للخلطة الخرسانية أثناء عملية الخلط بكميات صغيرة جدا بغرض إعطاء الخرسانة الطازجة أو الخرسانة المتسلطة خواص معينة مطلوبة. طبعا موضوع كميات صغيرة دي حاجة نسبية، بتعتمد على الديزاين بتاع الخلطة الخرسانية وبتعتمد على مفعول المادة اللي احنا هنجيبها. كل مادة بنجيبها من شركة بيبقى معاها داتا شيت بيتقال فيها عشان نوصل للنتيجة دي لازم نحط كمية قد كده، فالعملية بتبقى مدروسة، مش بس كمية صغيرة وخلاص. على سبيل المثال تحسين قابلية الخرسانة للتشغيل دون زيادة مية، مش عايزين نحط مية كتير وعايزين الخرسانة تبقى سايلة، في إضافات لكده. إضافة نعجل بيها الشك، نخلي الخرسانة تشك بسرعة. خرسانة إضافة نخلي الخرسانة فيها تشك متأخر، مش عايزينها تشك بسرعة. إضافة تقلل لي معدل هبوط الخرسانة. إضافة تحسين القدرة على ضخ الخرسانة اللي هي بتدينا سيولة عالية. إضافة بتدي تماسك ما بين حبيبات الخرسانة فما بتخليش عندي انفصال حبيبي. إضافة لزيادة المقاومة المبكرة للخرسانة، بتدينا مقاومة عالية للخرسانة بعد ساعات قليلة أو بعد أيام قليلة، مش لازم أستنى 7 أيام و28 يوم والأرقام اللي بنسمعها دي. إضافة بتعلي لي مقاومة الخرسانة. إضافة بتحسن مقاومة الخرسانة المتسلطة للبري أو الاحتكاك. وهنقول وإحنا بنشتغل كل الأسامي دي. إضافة للحصول على خرسانة غير منفذة، يعني بتسدي لي المسام، أو خرسانة خلوية اللي هي رغوية، أي خرسانة ذات صفات خاصة. كل نوع له إضافة معينة، وإحنا بنشتغل بقى في الكورس كل نوع هنتعرض له هنقول إيه الإضافة واسمها واسمها إيه في السوق. كمان الداتا شيت، هل جميع المعلومات الواردة في الداتا شيت معلومات صحيحة ويمكن الاعتماد عليها في الخلطة الخرسانية؟ ده بيعتمد على حسب الشركة اللي احنا بنجيب منها، مش كل الشركات بتبقى دقيقة في الداتا شيت. في كام شركة، ثلاث شركات تقريبا في السوق ممكن نعتمد على الداتا شيت اللي بيدوها لنا، وفي شركات طبعا لا،
في شركات لازم نعمل اختبارات خاصة لأنواع معينة من الإضافات بنفسنا عشان نتأكد من الداتا شيت بتاعتها. وفي يعني في مواد من الإضافات دي مش بنبقى محتاجين فيها داتا شيت دقيقة بالدرجة، وفي مواد طبعا بنحتاج فيها الدقة دي وبنثق في كام شركة، وفي شركات طبعا لا. بس طالما هنجيب إضافة فاحنا بنجيب إضافة من شركة كويسة حتى لو كان سعرها أعلى شوية من شركات تانية، لأن الإضافات دي دلوقتي بقت عالم كبير جدا، وعشان سعرها عالي ومربحة جدا في طلع فيها شركات بالهبل، وفي حاجات شركات تحت السلم وحاجات كده وحاجات مش مجهولة المصدر. فطبعا الحاجات دي مش بنثق في الداتا شيت بتاعتها. في شركات محترمة يعني زي سيكا، زي باسيف، زي كيماويات المناء الحديث، في كام شركة وهجيب لكم أسامي الشركات وأسامي المواد اللي احنا بنستخدمها من الشركات دي اسمها التجاري. تمام، هندخل بقى للمرحلة اللي بعد كده، هي مرحلة صناعة الخرسانة. بتمر الخرسانة بثلاث مراحل، ثلاث مراحل أساسية. بس الوقت تمام إن شاء الله في وقت. ثلاث مراحل أساسية في صناعة الخرسانة: مرحلة ما قبل الصب، مرحلة الصب، مرحلة ما بعد الصب. كل مرحلة فيها كام حاجة. مرحلة ما قبل الصب بنعمل إيه قبل ما نصب الخرسانة؟ أول حاجة تصميم الخلطة الخرسانية، اللي هي إيه؟ اللي هي هنحط قد إيه من كل إيه؟ الخلطة دي فيها قد إيه سن؟ فيها قد إيه رملة؟ نوع السن، نوع الرملة، التدرج الحبيبي ليهم، نوع الأسمنت المستخدم، كميته، هنحط إضافات ولا مش هنحط، كمية المية. ده بالنسبة لتصميم الخلطة الخرسانية. تاني حاجة بنعملها في مرحلة ما قبل الصب، بعد ما صممنا الخلطة وجبنا المواد دي، هنشونها فين؟ لازم نشون المواد دي بطريقة ما تأذيش المواد دي، طريقة مناسبة ما بتسببش التلف. بنشونها بالترتيب على حسب الاستخدام، يعني هنستخدمه الأول نخليه قريب. تمام، كل نوع من أنواع المواد المستخدمة في الخرسانة لها طريقة معينة في التشوين. ما بنحطهاش على أسطح فيها رطوبة، مثلا الأسمنت بنشونه على طبالي خشب، الركام بنحطه في أرضيات نظيفة وما فيهاش مواد كيماوية، المية بنحطها في أوعية مش بتصدي، الإضافات ما بنحطهاش في أماكن فيها درجة حرارة عالية ولا درجة رطوبة عالية. المرحلة اللي بعد كده في مرحلة ما قبل الصب، الحاجة اللي بنعملها يعني بعد كده، الشدة، إعداد الفرم والشدات، اختيار نوع الشدة، شدة عادية، شدة معدنية، شدة منزلقة. تقوية الشدات دي كويس جدا، لأن الاستهانة بموضوع تقوية الشدات ده بيؤدي لشروخ غير محسوبة، ما كانش معمول حسابها يعني. رش الشدة، نظافة الشدة الخشبية أو المعدنية قبل الصب بننظفها كويس جدا، بيبقى فيها مثلا ورق ولا حاجة من العمال، بنكنسها كويس، بنرشها مية، بنحط البسكوت، بنعمل مسارات للعمال يمشوا عليها. كل الحاجات دي لازم نعملها في مرحلة ما قبل الصب. الحاجة الأخيرة اللي بنعملها في مرحلة ما قبل الصب هي مرحلة تحضير الكميات والعبوات. وليكن إن أنا عندي في الموقع جايبين أسمنت سايب، هحطه بالوزن، لو أسمنت بالشكارة هحطه بالشكارة، الركام السن والرملة بنعمل لهم صندوق، وبنعاير الصندوق ده بحجم معين، وليكن متر في متر في 10 سنتي أو في 20 سنتي على حسب ما احنا كل واحد بيحب يشتغل بعيار ايه في الموقع. بنعايره من غير دك، المية بنحطها باللتر، الإضافات بتبقى بالوزن، نسبة من وزن الأسمنت غالبا أو على حسب الداتا شيت بتاعت، يا إما نسبة على المتر المكعب خرسانة يا إما نسبة من وزن الأسمنت، ده على حسب الداتا شيت بتاعت كل إضافة. دي مرحلة ما قبل الصب. مرحلة الصب في
فيها كام حاجة. أول حاجة الخلط، هل هو خلط ميكانيكي في الموقع خلاطة، أو لو هنجيب خلط في محطة خلط مركزية، بنراعي الزمن ما بين محطة الخلط والموقع. لو هنصب هنخلط ميكانيكي في الموقع، بنراعي زمن الخلط، المدة اللي بنخلط فيها عشان ما يحصلش انفصال حبيبل الخرسانة في الخلاط. بعد ما بنخلط النقل والمناولة، الزمن ما بين النقل ما بين الخلط والصب المفروض إنها مدة ما تزيدش عن من 20 ل 25 دقيقة على حسب درجة حرارة الجو. في حالات بيبقى فيها الخلاطة المركزية بعيدة شوية عن الموقع أو الوقت ده هيتأخر شوية، بنحط دايما إضافات مؤجلة للشك في الخرسانة اللي جاية من الموقع، اللي جاية للموقع. بعد ما بنصب بنراعي زي ما قلنا مكان الخلاطة، لو بعيد بنحط إضافة مؤجلة للشك. في حالة إن احنا بنحط إضافة مؤجلة للشك، بندك الخرسانة بيتم دمكها بعد الصب بمدة من 30 ل 40 دقيقة عشان احنا اوريدي أجلنا شكها. مرحلة الصب بقى نفسها بتختلف، لو بنصب أعمدة كبيرة طويلة أقصد، يعني بنعمل فتحات في الشدات، شبابيك في شدة العمود عشان نصب عليها بحيث إن الارتفاع ما يتجاوز من 2 ل 2.5 متر، مش بيزيد ارتفاع العمود عن كده، ارتفاع الصب في العمود عن كده، عشان لما بنرمي الخرسانة من على ارتفاع عالي ده ممكن يؤدي لانفصالها، او ممكن في الحاله العمدان الكبيره اكتر من 5 6 متر بنصبها على مرتين. في حاله القواعد واللبش واللبشه مش بنزيد مش بيزيد ما بنصبش على سكنس اكتر من نص متر عشان ارتفاع درجه حراره القطاع الخرساني. والمعالجه دايما لو هنوقف الصب بناخد بالنا ان احنا بنوقف طبعا اكيد كلنا عارفين عند نقطه الزيرو مومنت، بنراعي ان السطح اللي احنا هنوقف عنده الصب بنخشنه، لو بلاطة بنخشنها افقي لا رأسي، ولو عمود بنخشن السطح الافقي. لما بنصب سقف بنراعي ان احنا واحنا بنصب الكمرات الرئيسية وبعدين الثانوية. خلصنا صب بندخل في مرحلة الدمك. الدمك بندمك الخرسانة وهي لسه طرية عشان نوصل أقل نسبة فراغات وفجوات في الخرسانة عشان نملى الشدة تماما بالخرسانة. يا إما بندق على الشدات، يا إما بندق بعتلة، يا إما بنستخدم هزاز ميكانيكي. بس طبعا في كل الأحوال بنراعي حاجات، بنراعي إن ما يأثرش على سلامة الشدة، بنراعي انه ما يأثرش على اماكن حديد التسليح، ما بيتحرك ما بنراعي ان الحديد ما اتحركش من مكانه، بنراعي ان ما فيش حاجه في الشده اتفكت، قمطه خلعت، حاجه ضربت، عرق ضرب، حاجات من كده من اللي بتحصل. بعد ما بنخلص صب قبل مرحله الشك للخرسانه بنقوم بعمليه التشطيب، وهي ان احنا نخلي السطح اللي هيبقى ظاهر او السطح الظاهر من الشده سواء وش بلاطة وش كاميرا بنخليه أشبه بأنه يكون سطح معماري ناعم، أو لو إحنا عايزين نطبعه بنطبع عليه، لو إحنا عايزين نمشطه. كل الحاجات دي يعني تشطيب السطح بيختلف طبقا لنوع التشطيب اللي إحنا هنستخدمه بعدين، أو الفينش فلور بقى، يعني عايزين سطح خشن، عايزين سطح ناعم، لو واجهة مثلا عايزينها فيرفيس، عايزينها متخشنة حبة متنقرة، ده احنا هنحط عليها دهان بمعجون فعايزين ننقرها، عايزين نخشنها دهان من غير ما، نوع الفينش فلور اللي هنحطه بعد الخرسانة. المرحلة اللي بعد كده
خلاص احنا خلصنا ما قبل الصب وخلصنا مرحلة الصب وسيبنا الخرسانة الحمد لله، وصلت لمرحلة الشك الابتدائي. دخلنا بقى في مرحلة ما بعد الصب، فيها 3 حاجات. أول حاجة المعالجة الكيورينج. المعالجة الغرض منها إن الخرسانة تفضل طول الوقت في درجة حرارة ورطوبة معينة. بنضيف المية باستمرار، يا إما بنرش مية باستمرار، يا إما بنحط خيش وطول الوقت نخليه متغطي يعني مغمور بمية طول الوقت مرطب. ممكن نحط بندهن سطح الخرسانة بعد تشطيبها بمادة إضافة، والإضافات دي موجودة دلوقتي في السوق كتير، بتقفل المسام وبتقلل البخر، بتخلي المية الخرسانة تحتفظ بكمية المية والرطوبة اللي فيها. أو في الخرسانات، أنواع الخرسانات اللي بتصب في المصانع ممكن نعالجها ببخار مية كمان. دي طبعا عايزة تقنيات موجودة في مصانع مش موجودة في مواقع. بعد كده مرحلة فك الفرم والشدات، بعد طبعا الوقت المناسب اللي بينص عليه الكود بنفك الشدات. في حاجات ما بنستناش عليها وقت، زي مثلا الأعمدة، زي جوانب البلاطة، بعد 24 ساعة بنفكها نهويها ما فيش مشكلة. الكمرات والبلاطات، الكوابيل، في حاجات لازم نستنى عليها عشان توصل لمقاومة كويسة تخليها شايلة نفسها وشايلة الأحمال اللي عليها، عشان ما يحصلش فيها ترخيم أو ما يحصلش فيها أي حاجة. الكمرات والبلاطات تقريبا الكود بينص تقريبا 2L، اللي هو طول أصغر بحر بلس 2 يوم، بحيث ما تقلش عن أسبوع. والكوابيل 4L، 4 في طول الكابولي بلس 2 يوم برضه، بحيث إنها ما تقلش عن أسبوع. في حالة إن في أي حمل إضافي بنفضل إن الشدة ما تفكش قبل 28 يوم. آخر حاجة بقى في مرحلة صناعة الخرسانة هي مرحلة الترميم والبياض. بعد ما بنفك الفرم والشدات بنكتشف بقى حاجات كتير جدا، فجوات، حفر، نقر، تعشيش، كتل خرسانة زيادة. كل الحاجات دي بتتشال، بنشيل الخرسانة الزيادة، بنرمم الحاجات المعششة، بنملى الفجوات، لو حاجة محتاجة بياض. دي آخر حاجة في مرحلة تصنيع خرسانة. يا رب يكون بس الموضوع واضح معاكم. آخر جزء وهو اختبارات الخرسانة. عندي 3 أنواع من اختبارات الخرسانة. اختبارات الخرسانة الطازجة، الخرسانة اللي لسه طرية لسه في الموقع. اختبارات الخرسانة المتسلطة، ده نوع مهم جدا. وبعد كده بنعرف الاختبارات الغير متلفة للخرسانة. اختبارات الخرسانة الطازجة كلها الغرض منها الوقوف على قوام الخرسانة. قوامها ايه؟ بناخد عينات من أماكن متفرقة من الخرسانة، بتتحضر في الموقع من الخلطة اللي احنا بنصب منها، بتتعمل في مكعبات أو كونز، بندون عليها الوقت والتاريخ، مكان الخلط، نوع الخلط، نسبة المية والمكونات، درجة الحرارة، وبيمضي عليها المهندس طبعا الموجود. دي العينات اللي بتتاخد من الخرسانة الطازجة اللي بنجري عليها اختبارات الخرسانة المتسلطة. تمام، خدنا كده عينات في الموقع من الموقع على حسب نوع الاختبار، يا إما مكعبات يا إما كونز يا إما بشكل منشور، على حسب نوع الاختبار. هنشوف الاختبارات بتاعت الخرسانة المتسلطة الطازجة بقى. أول حاجة اختبار هبوط الخرسانة، اختبار انسياب الخرسانة، اختبار اختراق جسم معدني اللي هي الكورة، البول بنتريشن تيست. كل دول الغرض منهم تعيين النسبة المئوية لانسياب الخرسانة، هبوط الخرسانة، ان احنا نقف على درجة سيولة الخرسانة. اختبار الهبوط بنجيب مخروط
من حديد. أكيد كلنا تعرضنا للاختبار ده في الموقع، بننضف سطحه كويس جدا، بيتملى على 3 مرات وبندقه بقضيب كده أو بعتلة بسيخ، بنساوي سطحه، بنقلبه وبنشيل المخروط وبنقيس فرق الهبوط، يعني كان ارتفاعه قد ايه وبقى ارتفاعه قد ايه. تمام. اختبار انسياب الخرسانة الطازجة بعد تعرضها لاهتزازات اللي هو الفلو تيست، بنعين النسبة المئوية لانسياب الخرسانة. من الآخر، هي نسبة بتعبر عن حالة قوام الخرسانة، سايلة مش سايلة، هو مخروط ترددي بيحصل له اهتزازات بشكل معين. الاهتزازات دي بنشوف الخرسانة نتيجة الاهتزاز ده أو تحت تأثير الاهتزازات دي بيكون درجة انسيابها قد إيه، وده اختبار بيدينا بنقف عنده عن حالة الخرسانة. وزيه بالظبط نفس اختبار البول بنتريشن تيست، هي برضو كورة معدنية بتنزل في الخلطة الخرسانية تحت تأثير وزنها، وبنقيس الزمن اللي هي نزلت فيه. كل ما طبعا ما بتنزل أسرع بيكون بتعبر عن إن نسبة الخرسانة أو قوام الخرسانة أخف. ده بالنسبة لاختبارات الخرسانة الطازجة. اختبارات الخرسانة المتسلطة طبعا دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، دي الاختبارات اللي بنعرف منها خصائص الخرسانة. طبعا زي ما قلنا عينات بتتاخد من الموقع، بندون عليها البيانات اللي قلنا عليها، المكان الخلط ونوع الخلط ودرجة الحرارة ونسبة المية والتاريخ والوقت ودرجة ومكونات الخرسانة وكمية المية اللي في الخرسانة. بنعالجها بالغمر في المية لغاية اليوم اللي هنختبر فيه، سواء على اليوم الثالث، على اليوم السابع، على الـ14، على الـ28، على حسب كل اختبار. أول حاجة مقاومة الضغط للخرسانة. مقاومة الضغط ده اختبار بيقول لنا الخرسانة دي هتتحمل قد إيه، ده طبعا بيعتبر أهم اختبار من اختبارات الخرسانة. مقاومة الضغط للخرسانة حاجة من الحاجات اللي لازم نبقى عارفينها، لأن هي حاجة من الحاجات اللي بيعتمد عليها أو اللي بتدينا دلالة على خصائص تانية من خواص الخرسانة. يعني مثلا لما تزيد مقاومة الضغط للخرسانة معظم خواصها بتتحسن، زي القص، زي الشد، زي الانحناء. قيمة مقاومة الضغط للخرسانة في العادي بتتراوح من ما بين 250 ل 350 كيلو جرام على السنتي المربع. يعني ايه من 250 ل 350؟ يعني قيمة الحمل على مساحة المقطع، الحمل أقصى حمل قدرت تتحمله العينة دي لغاية ما تتكسر. بنجيب المكعبات أو الأسطوانات اللي احنا صبناها في الموقع، ويوم اليوم اللي احنا حددناه للتكسير بتروح المعمل، بتتحط على مكنة بيضغط عليها بحمل معين، لما بتتكسر بنسجل الحمل، وبيبقى عندنا طبعا مساحة مقطع العينة على عينات كتير. ونتيجة الاختبار ده يعني بتتوقف على عوامل كتير جدا، منها ظروف المعالجة، منها عمر الخرسانة، منها نوع الأسمنت، منها نوع الركام المستخدم، في اضافات ولا ما فيش اضافات، يعني النتيجة بتبقى متفاوتة. عشان كده بنقول لازم ندون البيانات على كل عين. النوع الثاني هو اختبار مقاومة الشد للخرسانة. الخرسانة العادية دايما بتتحمل مقاومة الضغط بدرجة كبيرة جدا، ومقاومتها للشد قليلة جدا 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 جدا. النسبة في العادي ما بين مقاومة الشد ومقاومة الضغط في عمر خرسانة جديدة ما بتزيدش عن 10%. مقاومة الشد، قيمة مقاومة الشد على قيمة مقاومة الضغط في الغالب ما بتزيدش عن 10%، وكل ما بيزيد عمر الخرسانة بتقل النسبة دي، ممكن توصل ل5%. مقاومة الشد هي أقصى حمل ممكن تتحمله العينة
في اختبار الشد على مساحة المقطع، وبنعبر عنها برضو بالكيلو جرام على السنتي المربع. يعني بنحط سيخ في العينة، أو بنشد العينة من الجنبين لغاية ما تتكسر أو لغاية ما تشرخ، وبنشوف الحمل اللي شرخت عنده. مقاومة الانحناء مقاومة الانحناء دي اللي بنسميها في العادي يعني معاير الكسر، معاير الكسر في الانحناء دايما قيمتها هي يعني نسبة من قيمة مقاومة الضغط، بتبقى النسبة تقريبا من 12 ل 18 أو من 12 ل 20% من مقاومة الضغط. اختبار مش بنعمله كتير، بس بنعمله في حالة إن احنا عايزين ندرس سلوك الكاميرات عند لما بنحملها على أحمال زيادة، شكل الكسر، شكل الانهيار في الكاميرا ده ايه. الاختبار شكله عينة، عينات شكلها منشوري بتتحمل بحمل سواء مركز او هو مش حمل موزع في كل الاحوال، يعني هو حمل مركز، يا اما بيركزوا في نقطة واحدة او بيركزوا في نقطتين. بنجيب بنحسب الحمل اللي اتكسرت عنده، بنفضل نزود الحمل لغاية ما نوصل للبي ماكسيمم اللي هي اتكسرت عنده العينة. عن طريق البي ماكسيمم ده بنجيب العزم الماكسيمم اللي هو الام ماكسيمم، عن طريق بقى من شكل التحميل ما بيقل على 6 او بيقل على 8 او بيقل على 12 بحسب شكل توزيع الحمل. من الام ماكسيمم بنجيب قيمة مقاومة الانحناء اللي هي الاف بي. احنا طبعا عارفين القانون ده، اكيد كلنا عارفينه من الكود، يعني الاف بي بتساوي الام ماكسيمم في الواي على الاي. الواي اللي هي الاتش على 2 اللي هي الدبس بتاع الكاميرا، نص دبس الكاميرا، والاي اللي هي المومنت اوف انرشيا بتاعه القطاع اللي احنا مستخدمينه. دي مقاومه الانحناء. بالنسبه لمقاومه القص للخرسانه، الشير سترينث، هو مبدئيا الخرسانه مش بتتحمل قص مباشر، يا إما قص ناتج عن شد وضغط يا إما قص ناتج عن التواء. تمام. مقاومة القص حوالي من 10 ل 12% من مقاومة الضغط، هي بالغالب احنا بناخدها نسبة من مقاومة الضغط. في الغالب ما بنجريش اختبارات القص للخرسانة، بنكتفي باختبار الشد والضغط، وبناخد مقاومة القص نسبة من مقاومة الضغط أو مقاومة الشد. هي بتوصل من 10 ل 12% من مقاومة الضغط أو من 20 ل 30% من مقاومة الشد، وما بنحتاجش إن احنا نعمل اختبار القص علشان الخرسانة أصلا ما فيهاش قص مباشر. التماسك البوند سترينث، مقاومة التماسك بتمثل من قيمة من 25 ل 45 كيلو جرام في حالة خرسانة، طبعا كيلو جرام على السنتي المربع، في حالة خرسانة مقاومة الضغط فيها 250. يعني ايه مقاومة التماسك اصلا؟ هي مقاومة الخرسانة لأسياخ حديد التسليح الملتصقة بها، يعني قيمة بتعبر عن مدى التماسك ما بين أسياخ الحديد والخرسانة. طبعا القيمة دي بتختلف أو بتزيد أو بتقل طبقا لعوامل كتير، طبقا لعجينة الأسمنت، نوع الأسمنت المستخدم بيكون عجينة هي اللي بتسبب التماسك ما بين الحديد والخرسانة، قوة الاحتكاك ما بين الخرسانة والسيخ، كمية النتوءات اللي في السيخ، هل السيخ فيه نتوءات كتير أملس ولا مشرشر؟ لو مشرشر هتبقى التماسك أعلى. مساحة سطح النتوءات دي كل ما تزيد كل ما يزيد التماسك. في حالة أسياخ نستخدم أسياخ ذات نتوءات كبيرة بتسبب مقاومة تماسك عالية جدا، أعلى من الأسياخ الملساء. طبعا الاختبار ده
هنقول بنعمله ازاي. يا اما بنحط سيخ جوه العينه وبنشد السيخ من اتجاه واحد، ده اسمه اختبار شد السيخ من العينه. يا اما بنحط سيخ داخل عينه ونضغط على السيخ، عشان الغرض منه ان احنا نزود الاحتكاك الفريكشن ما بين السيخ والخرسانة، وبيبقى فيه مؤشر بيتحط على العينة من بره، ده بيدل يعني بيدينا رقم معناه القوة الداخلية الناتجة من حركة السيخ او شد السيخ او الضغط عليه. ده بيعبر عن مدى التماسك ما بين الخرسانة والحديد. آخر نوع من أنواع اختبارات الخرسانة المتسلطة هو اختبار المودلس اوف لاستيك، معاير المرونة. معاير المرونة بيعبر عن صلابة المادة ومقاومتها للتشكل. هو يعني رقم بيقول إن المادة دي عندها استعداد للتشكل في وجود تغيير في الإجهاد وتغيير في الانفعال. هو دالة في مقاومة الخرسانة زي ما احنا عارفين. الخرسانة مادة متسلطة مش مرنة. عشان هي مش مرنة بيكون الدالة دي شكلها منحنى. المنحنى ده بيعبر عن الإجهاد، العلاقة ما بين الإجهاد والانفعال، تمام. وطبعا احنا كلنا عارفين شكل المنحنى ده، وبرضه هبقى احط لكم شكل المنحنى ده وشرحه على الجروب ان شاء الله. طريقة الاختبار ده هي عينات اسطوانية بتتاخد من الموقع، بتتعالج لمدة 28 يوم، بنثبتها على ماكينة اختبار بيبقى عليها مقياس من بره. المقياس ده بيقيس الانفعال زي المقياس اللي بنثبته على عينة اختبار مقاومة التماسك، بتديني نتيجة الانفعال. بنفضل نكرر نزود الحمل على العينة ونقيس نتيجة الانفعال، ونشيل الحمل ونقيس، ونزود الحمل ونقيس، وناخد عدة نتائج، نكرر التحميل ورفع التحميل ونقيس الانفعال. بعد كده بنسجل البيانات دي وبنرسم بيها شكل المنحنى اللي احنا كلنا طبعا عارفين. قيمة معايير المرونة دي، مهندس مصطفى، هل يوجد اختبار لقياس التماسك بين خرسانة قديمة وأخرى بعيدة؟ هل يوجد اختبار لقياس التماسك بين خرسانة قديمة وأخرى مصبوبة حديثا؟ لا، للأسف للأسف مفيش اختبار بيقيس التماسك ما بين خرسانتين، واحدة جديدة وواحدة قديمة. كل اللي احنا بنقدر نعمله ان في دلوقتي مواد كتير جدا موجودة في السوق بتربط ما بين الخرسانة الجديدة والخرسانة القديمة. كل اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نزود الترابط ما بين الخرسانة الجديدة والخرسانة القديمة بتزريع بعض الأشاير في الخرسانة القديمة عشان نربط اكتر ما بينها وما بين الخرسانة الجديدة. لكن مفيش اختبار بيديني قيمة الترابط ولا التماسك ما بين الخرسانة الجديدة والخرسانة القديمة. طبعا احنا عارفين اخر حاجة بس هنقولها في معايير المرونة ده، عارفين طبعا المعادلة الشهيرة بتاعت الكود المصري اللي بتعبر عن معايير المرونة اللي هي 1400 جذر الاف سي يو. وطبعا احنا عارفين قيمة الاف سي يو بالكيلوجرام على السنتي المربع، وده كلنا طبعا عارفين شكل المنحنى ده، وبرضه هحط لكم شكل المنحنى وشرحه على الجروب ان شاء الله. آخر حاجة، الاختبارات الغير متلفة للخرسانة. الاختبارات الغير متلفة للخرسانة هي اختبارات بتتم على الخرسانة بعد ما بقت منشأ، بعد ما بقت قطاعات موجودة في الموقع بالفعل، مش في خلاص بقت منشأ. أنا عايزة أقف على
خواص المنشأ ده، عايز اعرف خواص الخرسانة المستخدمة في المنشأ ده. طب الاختبارات دي بنعملها ليه؟ بنعملها عشان نعرف خواص الخرسانة الموجودة في المنشأ ده. لو أنا ما حضرتش صب المنشأ ده ودلوقتي عايز أعمل عملية تعديل أو عملية صيانة أو عملية ترميم، عايز أعرف خواص الخرسانة الموجودة فيه دي، بعمل حاجة من الحاجات من الاختبار أو اتنين من الاختبارات الموجودة دي. لو أنا نسيت أعمل أخد عينات من الموقع برضو بعمل اختبارات من الموجودة قدامنا اللي هي الاختبارات الغير متلفة دي. دي الحالات اللي احنا بنحتاج فيها ان احنا ناخد عينات من المنشأ نفسه، او نجري اختبار من الاختبارات دي على المنشأ نفسه. اول اختبار في الاختبارات الغير متلفة دي اختبار شمدة هامر. شمدة هامر دي مطرقة صغيرة كده بتتحط عمودية على سطح الخرسانة اللي احنا عايزين نعرف حالتها دي ولا مقاومتها. فيها مؤشر، هي ديجيتال كده، وهجيب لكم برضو شكلها وطريقة عملها بالفيديو وبالصور، وهنحطها على الجروب. هي حاجة صغيرة جدا كده يعني في الإيد، بتتحط عمودية على سطح على الخرسانة، على السطح الخرساني اللي احنا عايزين نعرف خواصه ده. بنضغط فيها على زرار، الزرار ده بيطلع منها زي مطرقة كده او شاكوش، بتخبط في السطح الخرساني ده وبترتد تاني للمطرقة. وقت ما بترتد تاني الشاكوش ده يرتد للمطرقة بتدينا رقم، الرقم ده بيعبر عن صلادة السطح المختبر. طبعا بناخد كام قراية وبناخد المتوسط، بيبقى كل مطرقة معاها جدول كده ريفرنس ليها، الميجا باسكال بنحولها للكيلوغرام على السنتي المربع، وبيبقى معاها جدول كل قراية لها قيمة مناظرة في الجدول لقيمة قامة الضغط للخرسانة. وفي الحالة دي المطرقة بتدينا قيمة لمقاومة الضغط للخرسانة الموجودة دي لو انا ما عنديش اي داتا عن المنشأ، او لو انا نسيت اخد مكعبات وقت الصب. تاني اختبار هو اختبار الموجات فوق الصوتية. الموجات فوق الصوتية دي نبضات من موجات صوتية، بنعين زمن، بنقيس زمن انتقال الموجات الصوتية دي داخل الخرسانة. وعشان احنا عارفين ان كل ما الخامة تبقى كثافتها اعلى، او الخرسانة او المادة تبقى كثافتها اعلى، بيقل فيها سرعة سير الموجات دي. فسير الموجات الصوتية دي داخل الخرسانة بتدينا مؤشر او بتدينا دليل على كثافة الخرسانة، وممكن من الكثافة نجيب بقى خواص الخرسانة زي المرونة ومقاومة الضغط والحاجات دي. بيستخدم في ايه الاختبار ده؟ بيستخدم في معرفة قيمة مقاومة الضغط للخرسانة، بيستخدم في معرفة معايير مرونة الخرسانة، بنعرف منه الخرسانة متجانسة ولا لا، بيستخدم في معرفة الشروخ الفراغات الداخلية، بيستخدم في تحديد درجة تلف الخرسانة. كل الحاجات دي بنعرفها من اختبار الألتراسونيك. بعد كده التجربة أو الاختبار رقم 3 هو اختبار القلب الخرسان. في الحقيقة هو يعتبر اختبار مش من الاختبارات، هو اختبار نصف متلف، مش من الاختبارات الغير متلفة بشكل تام يعني. ليه بقى؟ عشان احنا بناخد عينة، بننتزع عينة من القطاع الخرساني اللي احنا عايزين نعرف خواصه ده. غالبا بتبقى شكلها اسطواني، لها ابعاد معينة، بتتقطع بمكنة خاصة، لها سلاح كده بيدخل جوه القطاع يقطع لنا منه شكل اسطواني ويطلعه.
طبعا لها طريقة في القطع، لها طريقة في تجهيز العينة. بنسوي سطح العينات بعجينة كبريت. لو عايزين ابقى اجيب لكم طريقة الاختبار يعني بالتفصيل ونحطها برضو على الجروب. بناخد مجموعة عينات بنحطها في مكبس لقياس الضغط. طبعا في معاملات كتير جدا يعني بتختلف منها نتيجة، أو بيعتمد عليها النتيجة، نوع الركام، أبعاد العينة، لو طلع فيها حديد تسليح ولا لأ. لأن أنا بقطع في القطاع أنا مش عارفة إيه اللي هيقابلني، ممكن تطلع لي عينة فيها ما فيهاش حديد تسليح، ممكن تطلع لي عينة فيها حديد أفقي، ممكن تطلع لي عينة فيها حديد رأسي، مش عارفين أي، مش عارفين. أنا بقطع وزي ما تطلع. كل حاجة، عينة من بلاطة بتختلف عن عينة من عمود، يعني مكان القطاع، مكان العينة، نوع الركام المستخدم في العينة، أبعاد العينة، فيها حديد ولا لا، كل دي عوامل بتؤثر على نتيجة الاختبار. وبناخد طبعا العينات زي ما قلنا، بنحطها على مكبس قياس الضغط، وبنكرر العملية لكل العينات الموجودة، وبناخد المتوسط. لازم المقاومة الناتجة ما بتقلش عن 65% من المقاومة المطلوبة للمنشأ ده أو للخرسانة دي، عشان نقدر نقول الخرسانة دي مقبولة أو مش مقبولة. آخر نوع من الاختبارات الغير متلفة هي تجربة التحميل. تجربة التحميل هي بنعملها يعني عشان نحدد مدى كفاءة المنشأ. بنعرف من نتيجة تجربة التحميل دي إذا كان المنشأ فيه كفاءة عالية ولا لأ، هيتحمل الأحمال دي ولا لأ، هيحصل هبوط غير منتظم ولا لأ. بنعمل تجربة التحميل دي قلنا عشان نعرف المنشأ هيتحمل الأحمال التصميمية دي ولا لأ. في حالة وجود هبوط غير منتظم في المنشأ بنعمل تجربة التحميل. بنعمل تجربة التحميل في حالة اختبار فشل اختبار الكور تيست، لما الكور تيست نتيجته ما تدي الحتة النقطة دي مهمة جدا. في حالة إن الكور تيست نتيجته ما تدينيش 65% من المقاومة المميزة للخرسانة، بنلجأ لتجربة التحميل. يعني ده سبب مهم جدا من أسباب اللي احنا بنلجأ فيها لعمل اختبار التحميل. بنعمل اختبار التحميل ده ازاي؟ بنختار الجزء المراد اختباره، بنحمله بحمل له قيمة. طبعا قيمة الحمل ده بتساوي 1.4 في الديد لود بلس 1.6 من اللايف لود، كل ده مضروب في 0.85. وبنراعي ان التحميل بيتم على 4 مراحل، كل مرة بنحمل وبنقيس الديفورميشن عن طريق طبعا جيج كده بتبقى موجودة، بنحمل ونقيس الديفورميشن في كل مرة. طبعا احنا لما بنحمل وليكن احنا عايزين نقيس، نعمل تجربة تحميل على بلاطة، مش بنحمل البلاطة بس، بنحمل البلاطة والكمرات المحيطة بيها. يعني بيتم تجربة التحميل على العنصر المراد اختباره وكمان العناصر المجاورة ليه. لازم تكون نتيجة تجربة التحميل عشان تبقى ناجحة، لازم أقصى ديفورميشن لا يتعدى، يكون أقل من أو يساوي التربيع على 2000 تي. التربيع على 2000 تي، التربيع اللي هو طول البحر الإسبان، وتي اللي هي السكنس بتاع القطاع سواء بلاطة أو سواء كمر. الديفورميشن الناتج من تجربة التحميل عشان تكون مقبولة المفروض ان هو لا يزيد عن، لازم يكون اقل من او يساوي لا يزيد عن التربيع على 2000 تي. كمان كل ان شاء الله يعني شرح بتاع كل التجارب دي بالتفصيل والمعادلات بتاعتها وطريقة التنفيذ، يعني كل تجربة ان شاء الله هحطها لكم على الجروب، ومعاها الصور للمواد اللي قلناها النهارده، معاها بعض فيديوهات وصور لبعض انواع الخرسانه اللي قلناها النهارده.
بس ده كده النهارده، دي كانت اخر حاجه في المحاضره. اتمنى اكون استفدته، واتمنى لو حد عنده اي سؤال، في حد عنده اي سؤال يكتبه دلوقتي. لو في حد عنده اي استفسار مش هنقدر نرد عليه، مش هنقدر نرد يعني حاجه كبيره او مش هنقدر نرد عليها دلوقتي، او مش فاكر يعني دلوقتي، يكتب على الجروب مفيش اي مشكله. هننزل الفيديوهات والصور اللي كانت موجوده عن الحاجات اللي اتكلمنا عنها النهارده. هننزل شكل الاختبارات، الكيرفات والجداول اللي اتكلمنا عنها، المعادلات بتاعت كل الاختبارات وطريقة تنفيذها. وطبعا زي ما قلت في البداية خالص، هعمل بوست فيه عشان نتعرف فيه كلنا عن بعض على بعض ان شاء الله، يعني كل واحد يدخل ويقول لي اسمه وسنة تخرجه وبيشتغل في ايه وخبرته قد ايه في الصيانة دي لو اشتغل فيها. لو في حد عنده مشكلة اكتبها لنا برضو على الجروب، وإن شاء الله في نهاية الكورس نكون وقفنا على كل النقط اللي تحل مشاكلنا كلنا إن شاء الله. سعيدة إن أنا كنت معاكم النهاردة، ويا رب أكون يا رب أكون قدرت أفيدكم النهاردة، وأسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Résumé. Good morning.